جهات دولية تسعى لإعادة أحمد علي وحزب المؤتمر إلى الواجهة الدولية. لنشاهد التفاصيل. كشف مراسل وكالة أسوشيتد بريس أحمد الحاج عن جهة دولية كبيرة تسعى لإعادة ترتيب صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن تحت قيادة موحدة. وقال أحمد الحاج عبر حسابه على تويتر: يعتقد مراقبون أن الدبلوماسية الروسية مستمرة في مسعاها الهادف إلى ردم الهوة بين أجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام. وأكد أحمد الحاج أن موسكو تفضل لملمة أجنحة الحزب المتصارعة تحت قيادة موحدة، ليست مشروطة بأشخاص أو كيانات يمنية أو غيرها. وأشار إلى أن روسيا كانت ترجح الكفة للسفير أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق ومؤسس حزب المؤتمر الشعبي العام. وأضاف الحاج: اليوم تعود المحاولات من جديد، وتحاول روسيا بشتى الوسائل إبراز أحمد علي صالح للواجهة السياسية كما كان، إلا أن أمريكا وبعض الدول الكبيرة ترفض عودة أحمد علي صالح للواجهة السياسية ورفع العقوبات عنها. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.